نرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، ونرحب بخبيرنا التحكيمي المتميز دائما كابتن ناصر عباس. كابتن ناصر اهلا وسهلا بيك، نورت. تحياتي كابتن ايمن، وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه التدريب في كل مكان. تحياتي لنجومك الكبار كابتن شريف عماني، كابتن علاء مهوب، وكابتن اسامه عرابي، وكابتن احمد بلاش. اهلا بيك كابتن. اهلا بيك كابتن شريف، نورنا كابتن. وشك حلو، ربنا يخليك. انت اللي مبروك النادي الاهلي كابتن ايمن. المباراه كانت صعبه جدا جدا، والنادي الاهلي طبعا نتيجه الاداء مبروك على ثلاث نقاط، وهارد لك لنادي غزل المحله. طاقم التحكيم النهارده كابتن ايمن محمد الحنفي، وعاوز اقول اي يعني حاجه مهمه جدا. محمد الحنفي ما خدش حظه كابتن ايمن في التحكيم. فكره هو حكم دولي سابق، ولكن الظروف طبعا الاصابه وظروف الوارنر اخرته كتير، وده اللي خلاه خرج من القائمه الدوليه. ولكن كحكم، حكم من الحكام الكبار طبعا، بيشتغل تحت ضغوط كتيره جدا جدا، ما عندوش حسابات. قد نختلف في بعض الحالات النهارده عنده نتيجه معياره كابتن شريف لاحتساب المخالفات. هو محمد عنده مشكله ان ما بيحسبش اي فاول، وبالتالي تبقى في اخطاء كابتن علاء تاني تستوجب بطاقه، فهو بيمشي اللعب. ولكن خلينا نروح لطاقم التحكيم بالكامل. كان حنفي معانا احمد حسام طه المتميز النهارده، مع والحكم المساعد رقم 2 احمد صلاح، صح العمراوي حكم رابع، وكان على الفار كان عبد العزيز السيد وشهاب راشد. نروح للحالات التحكيميه سريعا، معانا 9 حالات كابتن، وهنقف على حالتين بس، ولكن بقيه الحالات هنمر عليهم بشكل سريع. اللعبه دي مهمه جدا جدا يا كابتن علاء. نشوف نمر 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 هنا في الحاله ديت، الكره خرجت رميه تماس، هنا بيتقال ان هنا كان في فاول قبل تسجيل الهدف يا كابتن علاء. حاله مهمه عشان نوضح للناس ان المخرج عاد اللعبه دي اكتر من مره. هنا في هدف النادي الاهلي، في ناس بتقول ان هنا الهدف يسبقه مخالفه، والمخالفه على لاعب النادي الاهلي. طب نروح نشوف الاول، هل هنا في مخالفه؟ نشوف قبل الهدف. يلا خلينا نمشي، اتحطت الرجل واللاعب هو اللي عمل التمثيل وعد. طب هقول لك على حاجه مهمه بقى، حتى لو في مخالفه هو هنا مش تم استئناف اللعبه كابتن علاء؟ دي لعبه ثانيه يا كابتن. برافو عليك، شفت صح، انا فاهم. برافو عليك يا بلال، عشان بس نوضح للناس هنا. طالما الحكم يعني امتى هقول ان ممكن اعمل اي بي بي على الجون؟ لما اللعبه دي من خلالها، من غير ما تطلع رميه تماس، راحت مره واحده كابتن اسامه هدف. ايوه ممكن ارجع. انما هنا اللعبه دي اللي حصل فيها بعد اذنك كانت اللعبه هنا، لو كان في مخالفه واللاعب النادي الاهلي جاب جون مره واحده، هنرجع نقول في اي بي بي ونرجع. انما هنا الكره خرجت رميه تماس يا جماعه، وبالتالي هنا بقت لعبه جديده زي ما بلال قال، مفيش هنا اي مخالفه تسبق الهدف، والهدف هدف صحيح بنسبه 100%. واصله؟ ايوه. يلا خلينا نمر للحاله بعد كده، نشوف الحاله دي مهمه جدا جدا، وحاله مطالبه بركله جزاء من لاعبي النادي الاهلي. نشوف الحاله قبل ما نتكلم فيها يا كابتن اسامه وكابتن علاء. نشوف هنا لاعب غزل المحله لعب بدماغه الاول، ثم الكره تصطدم من الدماغ لليد. عندنا حاجه مهمه جدا في لمسه اليد، طالما كابتن شريف لعب الكره سواء بالراس او بالقدم، ثم تاتي الكره من راسه او من قدمه لايديه، حتى لو كانت ايديه في وضع غير طبيعي، يستمر اللعب. في الحاله ديت هو لاعب محله لعب فعلا براسه، ثم الكره تصطدم باليد وتطلع ركله كرونيه. قرار طبعا كان قرار صحيح لمحمد الحنفي، انما لو كانت الكره جت في الايد الاول كان ممكن يحسب الحكم ركله جزاء. ولو عملها متعمد بقى، ما احنا قلنا لو هو عملها براسه وراح عملها بايده متعمد، استحاله يا كابتن. انا كلاعب هعمل حاجه مرتين؟ هقول لك ليه. انا اصلا النيه الاول انا طالع على دماغي، فوارد جدا وانا بلعب في دماغي الايد تبقى مفروده او طالعه، عشان هنا القانون قال ايه؟ طالما في حاله لعب والكره تصطدم باليد، يستمر اللعب، مفيش مخالفه. انا بقصد لو انا طالع بلعبها بالهيد ولقيتها رايحه ده موضوع تاني يا كابتن، ولعبتها بايدي ده لا ده كده موضوع تاني، لان في حركه اضافيه جت من الايد. تمام. يلا خلينا نمر للحاله اللي بعد كده، نشوف الحاله اللي جايه، وحاله مهمه جدا جدا. هدف بعد قال هناك تسلل، نشوف في تسلل ونشوف هل في قفشه كان في موقف تسلل لحظه التسجيل ولا لا. حاله من الحالات المهمه جدا جدا. نمشي، الكره
ترتد بتروح للاعب الاهلي بيلعب تاني، هنقف ستوب نمشي ونشوف الكره هتروح لمين. ماشي نمشي، هنا راحت اللاعب البعيد اللي هو متغطي هنا بلاعب غزل المحل، مفيش هنا تسلل كابتن. ستوب، هنا في تسلل؟ لا. تمام نمشي واحدة بواحدة، هنمشي واحدة بواحدة، نمشي. ستوب. ستوب. هنا شريف لحظة التسديد كان موقفه سليم. لو ارتدت من الحارس وجاب جون، جون. جون. أنت معايا يا كابتن شريف؟ هو نمشي نشوف وبعدين إيه اللي حصل؟ نمشي نمشي نمشي. هنمشي باللعبة. هنا. ستوب. هات لي من الناحية العكسية عشان نشوف قفشة هنا كان في موقف تسلل لحظة التسجيل ولا لأ. خلاص يا كابتن عاوزين بقى الناحية العكسية، هاتها لي. ستوب، ارجع تاني. ايوه تمام كده مفيش تسلل خلاص، قلنا هنمشي خلاص نمشي تمام، انا عاوز قفشة بس. نمشي نمشي لسه مازال مازال مازال، هنا ستوب. لاعب وحارس. هنا برافو عليك يا كابتن شريف. يبقى هنا عندي اثنين لاعيبة. اثنين. مغطيين وبالتالي هنا لان اللي يبص للكره لحظه الهدف يقول لك ده شيء قفشه كان في تسلل، ولكن انا عندي هنا اللاعب المدافع رقم تقريبا اثنين وعندي حارس المرمى الاثنين مغطيين قفشه وبالتالي هنا هدف صحيح وكمان الكوره كمان سابقه قفشه. بالظبط انا بقول الكلام ده يا كابتن، يعني حتى لو دول حتى لو الكوره مش سابقه قفشه. هنا البعض يقول لك ايه ده قفشه كان لوحده وما كانش فيه اخر تاني مدافع، لا الاثنين مدافعين موجودين والكره كمان كانت. هو في حد شكك في الكره دي يا كابتن؟ لا يا كابتن انا بجيب الحالات دي يا كابتن ليه؟ دي للتعليم وليس لينا احنا. صح تمام؟ يلا نمر تاني ونشوف الحاله اللي بعد كده. هنا الكره في الهواء ثم بترتد، انا بس عاوز اشوف هنا لحظه ارتداد نشوف هنا بدري بيقولوا لنا يا كابتن في لعبوا. البعض يقول لك هنا ياسر، بص ياسر ما عملش حاجه، راس طالع لكورته واللاعب هنا اسمه تنافس عادل. تنافس عادل، في تنافس يا كابتن ايمن هنا. أيوة بين الاثنين مفيش مخالفه ابدا من ياسر، وانا شايف هنا يستمر اللعب. هو هنا الحكم مشى وقال مفيش مخالفه. نيجي بعد كده للحاله اللي جايه دي مهمه جدا جدا جدا. ستوب، هات الاعاده. مين اللي نجح في لعب الكره الاول؟ نشوف بدر بنون بينجح في لعب الكره، وطبعا لعبه صعبه جدا جدا. بوضح بس ان هنا مفيش مخالفه من بدر في الاول. نشوف الاعاده بتاعت بدر لحظه لعب الكره ونرجع للعبه تاني. يلا يلا نعيد. هنا قبل دي قبل دي بدر بنون بيعمل تاكلينج. ايوه برافو عليك. ما نمشي هنا لعب الكره. هنا كابتن في دخول من لاعب المهاجم للشناوي. هنا الحنفي عمل ايه؟ صفر حسب موقفه بوجود المخالفه. بعد كده اي حاجه تانية موجوده، هو الراجل هنا ادى مخالفه للشد نمره واحد ثم الدخول اللي هو من لاعب المحل على الشناوي، وبالتالي هنا شايف ان هنا اللعب والقرار صحيح للحنفي. هو دخل حتى وحسم الامور تماما، ما فيش اي مخالفه. يلا خلينا نمر بعد كده والحاله اللي بعد كده نشوف. طبعا هنا الحكم المساعد رقم اثنين احمد صلاح عمل ايه يا كابتن؟ زي ما قلنا بيعمل ديلي وبيستنى للهجمه وبعد كده بيرفع. نشوف هنا التسلل موجود ولا لا. نشوف هنا نمشي نمشي لحظه التمرير. تمام تمركز رائع من احمد صلاح ثم استمرار اللعب وبعد كده هنا لما الكره ارتدت اشار بالتسلل. برافو يا احمد. حكم ممتاز. نشوف الحالة دي بقى كابتن، أنا عاوز أقف شوية يا حنفي وأنت حكم الحكام الكبار، دي ما تخشش من ضمن الألعاب اللي هي إيه؟ يعني تمشي كده. صح كابتن أيمن. لا لا صح. لا حنفي أنت بتمشي لعب في ألعاب كتير، ولكن نشوف هنا كابتن هنا فيها إيذاء أسلوب الدخول هنا بس. طبعا هنا خلي بالك أنا جايب البطيء، ولكن بالسريع هناك قوة وهناك سرعة من لاعب المحلة. نشوف هنا هنا قوة وسرعة ثم استخدام سلاح. صح. اللي هو إيه؟ الستارز. الستارز لما بيجي في السمانه او في الاصبع كابتن في هذه الحاله كان لابد تدخل الفار على الاقل. على الاقل في هذه الحاله حاله من الحالات المهمه جدا جدا. حنفي هنا ما حسبش المخالفه اصلا. صح. ودي كانت مشكله. دي حاله من الحالات المهمه كده كانت عندنا. نمر ونروح للحاله اللي بعد كده. نشوف. تميز تاني من الحكم المساعد احمد حسام طه. اللي بيدي التكنيك رايه على اعلى مستوى بيدي مخالفه للاعب النادي الاهلي. هنا بنقول دايما
حسب المخالفه، وبالتالي بيخش كمان يساعد الحكم في 9 15 اللي هو الحائط الدفاعي اللي داخل الملعب. برافو يا احمد حسام على التدخل، وبرافو على التكنيك اللي انت عملته. نمر سريعا نروح ل هنا كمان يا كابتن، يا كابتن حنفي ما ينفعش كده، ما ينفعش كتير كده، كتير قوي 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 قوي. معيارك اه ما فيش مخالفات، بس لازم ان البطاقات هنا تبقى موجوده. نشوف المخالفه هل تستوجب بطاقه ولا لا. نشوف يا كابتن خلاص، هنا هنا داخل، نشوف اللاعب هنا، هنا ما فيش لعب على الكره خالص، وبالتالي هنا انا شايف ان هنا في بطاقه مفقوده للتهور. طبعا هو ما اشهرش البطاقه الصفراء في هذه الحاله. كابتن هو هل الحكم بيخش احيانا بفلسفه في المباراه ان هو ما يستخدمش كروت كتير؟ لا، هو انا قلت لك في البدايه ايه، حنفي طبيعه لعبه يا كابتن ايمن، طبيعه لعبه ايه، هو ان هو تقدير له خلفات ما بيحسبش قوي الفاولات اللي هي عاديه، وبالتالي هنا كمان في العقوبات الانضباطيه بيعدي. لا، حنفي في حالات لابد انك انت تقف عندها شويه. اه انت قضيت مباراه كويسه، ولكن هنا نشوف هنا الدخول، هنا الدخول بتهور، كان يجب هنا اشهار البطاقه الصفراء للاعب غزل المحله. يعني انا بتكلم ان هنا الراجل بينط عشان يتفادى، ولو ما نطش كانت بقت مشكله بالنسبه للاعب. نمر سريعا نشوف صب الحاله دي. اولا معلش معلش انا عاوز اتطيم، لان البعض بيقول ان الهدف جه في الدقيقه 97. ايوه كابتن ايمن، الفاول ده تم احتسابه في الدقيقه 95 الا 3 ثواني. ايوه 95 الا 3 ثواني، يعني ايه؟ ما ينفعش انا اقول ان الهدف ده جه في الدقيقه 97 لسبب، لان تم احتساب المخالفه. نشوف، نرجع تاني بعد اذنك، وقت المخالفه هو ادى 5 دقايق وقت ضايع، المفروض النهارده افنش 95. صح، نشوف المخالفه كابتن تم حسابها في الدقيقه كام. هرجع تاني بالمخالفه بعد اذنك، معلش دي حاجه مهمه جدا. ستوب، انا عندي 94 كام يا كابتن؟ 47. لسه ما زال. ليه بقول كام ده؟ ليه ما زال؟ اخر حاله معانا، لان هنا الحائط الدفاعي تقريبا الحنفي خد دقيقتين يا كابتن اسامه. ايوه في وقوف الحائط الدفاعي، وبالتالي هنا هدف النادي الاهلي هدف في الوقت فعلا المحتسب القانوني للمباراه. مفيش ابدا، وهنا ادى بطاقه للاعتراض. بشكل عام بنقول ان الحكم مر وطاقم التحكيم مر بشكل كويس، بس نصيحه لمحمد، مش كل الفاولات يا محمد تمر كده بدون بطاقات، في بعض الاخطاء لابد انك انت تستوجب فيها البطاقه الصفراء، ولكن بشكل عام انت نجحت مع طاقم التحكيم، ونتمنى ان هذه الاخطاء اللي احنا بنقولها ما تتكررش يا كابتن اسامه في المباراه اللي جايه. مبروك النادي الاهلي تاني، ودايما بنقول في الاخر ربنا وفق التحكيم ولجنه الحكام في الماتشات اللي جايه باذن الله رب العالمين. شكرا جزيلا كابتن ناصر، امتعتنا كالعاده. شكرا كابتن ايمن، الله يخليك.